السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنتكلم دلوقتي عن الكاش فلو اناليسيس، فخلينا نقول حسابات الكاش ان كاش اوت. ده بيتعمل كاش فلو اناليسيس او بيتعمل لضرورة ان لازم المقاول يكون عارف ان هو يقدر يغطي قد ايه من الوقت من ميزانيته هو الخاصة. يعني هو لازم يعرف امتى هيبقى معاه فلوس فائض من الفلوس وامتى هيبقى معهوش فلوس، على اساس ان هو يبتدي يتصرف، هيشوف هيعمل ايه بالفلوس دي اللي هتبقى معاه، وقت اللي هيبقى معاه فائض بيه، والوقت اللي هو هيبقى ناقص هيتصرف ازاي، هيغطيه منين. وده برضو بيتحكم فيه لحد كبير العقد، اصلا العقد مكتوب فيه ايه، وهنتكلم في المسألة دي بالتفصيل دلوقتي. في حاجات شائعة في العقود بخصوص مسألة الكاش فلو، زي مثلا في معظم العقود بيبقى فيه داون بيمنت 15 لـ25% من الكونتراكت برايس. خلي بال حضراتكم في فرق ما بين ان انا اقول البرايس والكوست. الكوست دي تكلفة اللي المقاول هيدفعها، اما البرايس فده العقد، ده المتعاقد عليه، ده السعر المتعاقد عليه، واكيد في فرق ما بينهم، وهو ايه الكونتينجنسي والبروفيت زي ما قلنا قبل كده. فهو غالبا الداون بيمنت ده بتلعب ما بين 15 لـ25% من الكونتراكت برايس. في بعض الدول بتحدد الداون بيمنت دي تكون قد ايه، على فكره في بعض الدول لا. الانفويسز مونثلي انفويسز او مستخلصات الشهريه في آخر كل شهر المقاول بيطلع مستخلص من عنده، بعد لو الاستشاري وافق عليه بعديها في آخر الشهر اللي بعده بفلوسه بتتصرف، غالبا في بعض الأحيان في آخر الشهر اللي بعده، في بعض الأحيان بعد شهرين، على حسب الجهة اللي هو بيتعامل معاها وطبيعتها وطبيعة التعاملات المالية معاها. بس ده التيبكال جدا ان هو في اخر الشهر بيطلع مستخلص، في اخر الشهر اللي بعده بيقبض فلوسه لو كان الشغل اتعمل كما هو مقرر. ولكن المستخلص ده هو ما بياخدوش كله، عمره ما هياخد الفلوس اللي هو كاتب فيها كلها. ليه؟ بيبقى فيه قيمه بنسميها ريتنشن، ما بين 5 لـ15% ده بيتخصم منه وبياخده في الاخر بعد انتهاء فترة الضمان بتاعة المشروع، اللي هو عادة بتبقى من 3 لـ6 شهور من نهاية المشروع، بعد الاستلام الدنيا كلها تمام متظبطة كل شيء تمام، فخلاص بعديها بيقوم واخد بقية فلوسه. ومش بس بيتخصم ال 5 لـ15% دول كمان، لأ ده كمان بيتخصم النسبة اللي بتاعة الداون بيمنت، يعني بيتخصم 25% من المستخلص اللي هي النسبة بتاعت الداون بيمنت. بس طبعا خلي بال حضراتكم تاني، المستخلص ده مش الكوست، المستخلص ده برايس مش كوست، ده غير الفلوس اللي تكلفها المقاول فعليا. تمام، وعشان نفهم الجزئية دي اكتر احنا هنشتغل على مثال لمشروع. المثال بتاعنا هنشتغل عليه ده مشروع ميجا بروجكت، يعني مشروع كبير جدا، 220 مليون دولار سكادول ان هو يخلص في 9 شهور. التكلفة الحقيقية بتاعته 175 مليون دولار، هو قيمة التعاقد بتاعه 220، لكن هو التكلفة الحقيقية بتاعته 175. الاس كيرف بتاعه اللي هو كوميونيتيف كوست كيرف هو اللي ظاهر لحضراتكم هنا، وفي نقطتين اساسيتين لازم نفهمهم، ان الراجل ده المفروض ياخد 25% داون بيمنت اول ما المشروع يبتدي، لو ريتنشن بيتاخد منه ريتنشن، تخصم منه ريتنشن 10% من البرايس بعد كل مستخلص، والجارنتي بيريد بتاعته 3 شهور، هياخد المبلغ ده بعد الجارنتي بيريد. طب تعالى نشوف حاجه زي كده بنحسب حساباتها ازاي. اول حاجه لما نيجي نتفرج في اللحظه في اول بدايه المشروع، هو هياخد ربع ال 220 مليون، يعني 55 مليون. في نهاية أول شهر هو مش هياخد حاجة في إيده، هو طلع المستخلص
بس لسه مش هياخد حاجة. هياخد المستخلص بتاعه ده امتى؟ هياخد قيمة الشغل اللي اتعمل. خلي بالك بقى، 40,857,000، آسف، 4,085,000 دول هم عبارة عن 5,000,000 اللي هو اشتغلهم، مخصوم منهم 10%، مخصوم 25%، ومضروبة في نسبة الربح بتاعه، يعني متحمل عليهم كمان الربح بتاعه بعد ما حمل عليهم الربح بتاعه. فده يقوم طالع لي القيمة دي. فلما نحسب نلاقي الكوميونتيف كاش ان طلع القيمة دي، طلع رقم الأربعة مليون ده زائد 55,000,000، يبقى 59,000,000. هنعمل كده في كل الأشهر اللي جاية بعدين، لغاية ما هنلاقي بعد 9 شهور الراجل ده أصبح عنده كوميونتيف كاش ان حوالي 194,000,000. الشهر العاشر هياخد فيه القيمة بتاعت المستخلص الأخير، بس لسه مش هياخد مين؟ لسه مش هياخد بقية الفلوس اللي كانت مخصومة منه. هياخد بقية الفلوس اللي مخصومة منه دي امتى؟ في الشهر الاتناشر، هياخدها هنا في الشهر الاتناشر، بحيث ان مجموع المبلغ بتاعه اللي فاضل، يعني 22,000,000 دول، ده 10% من المشروع كله، هياخدهم في الشهر الاتناشر، بحيث ان يبقى التوتال اللي هو كيوميلاتيف كاش ان اللي خده 220,000,000، بحيث ان المنظر ده يترجم الى الرسمة دي. هنا حضرتك شايف انا عندي اللي باللون الفاتح الكوميونيتيف كوست اللي هو اللي المقاول دفعه فعليا، اما الكاش ان هو اللي باللون الازرق. زي ما حضرتك شايف هو في الاول خد داون بيمنت وسمعت معاه جامد، دي قدر يكون بيها، يبتدي بيها المشروع، يشتري بيها مواد خام، يعمل بيها حاجات، مال يخلص المستخلصات وياخد فلوسها، ويخلص وياخد فلوسها. يمكن الفترة الوحيدة اللي هو بيدفع فيها من جيبه هي الفترة اللي في النص، في نص عمر المشروع، دي الفترة الوحيدة اللي المقاول بيدفع فيها من معاه. لكن في أول المشروع لا، هو متغطي كويس، وفي آخر المشروع هو بيرجع بيبقى متغطي كويس برضه. ولكن الفترة اللي في النص دي هو هنا يبتدي، لازم يبتدي يعمل حسابه هيغطي السيولة دي منين. هو ده الغرض من فكرة ان احنا بنعمل كاش ان كاش اوت. وشكرا، السلام عليكم.